أيها الناس اسمعوا. فاش كانت عندي 17 عام كنت بديت كرسم، تلاقيت مع واحد صديق شفتو كيرسم وعجبني هذاك الشيء وبديت كرسم، كنقلدو واش كيدير. ومن بعد بديت نطلع على فنانين بحال عبد الحليم الملاخ وفنانين اخرين مغاربه قطبي، وحاولت نبدا ندير بحالهم. من بعد درت واحد، دخلت واحد المدرسه ديال الهندسه، هندسه الديكور. ملي درت هندسه الديكور اكتشفت الهندسه، وما بقيتش كنشوف في جوج الابعاد، وليت كنشوف على ثلاثه الابعاد الى اربعه ابعاد. بالنسبه لي انا الهندسه هي اللي اثرت حياتي. يعني دابا في كاع المجالات اللي كنخدم فيهم في الفن كنحس براسي مهندس اكثر. في الهندسة ساعدتني بواحد الطريقة عجيبة. أولا كانت عندنا واحد المادة اللي هي تاريخ الفن، فديك المادة ديال تاريخ الفن فهمت شنو هو المعنى الأسلوب. حيت قبل كنت كناخذ موضوع كنسحب، إلى اشتغلتي على موضوع كتبقى تشتغل عليه طول حياتك وهذاك هو الأسلوب ديالك. كنت على خطأ، فهمت بأنه الأسلوب هو الشخص، هو استقرارية الرأي. الأسلوب هي انت كيفاش كتشوف الحوايج بغض النظر على واش كلشي متفق ولا ماشي كلشي متفق. هاد الحيط هذا في الاول كان كله مصيف فيه، رسمت فيه واحد النص ديال الامازيغيه اللي هو كيقول الحمد غيك ربي يشكر غيك غير لي سدوسي غداري ملك مخت هالبلاد هيا غنكشمد عراقون سي حنان. هذا النص كان كيتعاود بكري على فاش كتجي قبيله كتزور قبيله اخرى يضيفوهم ويتهلاو فيهم، اللي كيبغيو يخرجوا من في العشيه يرجعوا لديورهم كيقولوا بحال دعاء، كيبقاو يقولوا راه هاد الناس جينا عندهم تهلاو فينا. هذا هو النص اللي كان مكتوب في هاد الحيط. حتى جا واحد صديق وجاب معاه واحد النهار وراني جوج تصاور ديال واحد الراجل وواحد المراه من جبال الاطلس، قال لي اشنو رايك في هاد جوج الناس، عرفتي وجاوني عرفتي واحد الوجه قوي عجبوني بزاف، قال لي شنو رايك نديرهم في هذا الحيط. قلت ليه هذا الشيء اللي باقي ناقص هذا المكان. ايوا داك الشيء اللي دار. بجا رسمهم في يومين خدمهم، والوقع ديال هاد الناس ديال السي جعفر ولا اليمنى، ولا اليمنى قويه كتبان مرجله بزاف، الوقع ديالهم على الناس اللي كيجيو هنا. تلقى الناس من العربيه كيجيو من بعيد وكيوقفوا لها وكيبقاو يشوفوا. التجربة الأولى ديالي كانت اون بخيير سور تير ا كوتي دو لا مير ا ترافير لو سييل، عبادة أرضية على البحر عبر السماء إلا جيت نترجمها باللغة العربية. وهي كانت أكثر في مدينة الصويرة، يعني هاد الإلهام جاني أكثر في مدينة الصويرة. ومع الفيستيفال ديال القناوة كنت اشتغلت فيه، كانت تجربة فريدة لأن أول مرة كنخدم في حجم كبير. يعني كل منصه كانت فيها 75 متر كاري، حيت الفيستيفال عنده علاقه بالروحانيات، عنده علاقه بعلاقتك مع السماء كيف ما كانت. خلاف ما تقولون زينوا حرمكم وعظموه وتمسكوا به ولا تفارقوه سياتي له نبأ. فالتشكيلة هي وسيلة تعبير، كاينين بزاف ديال وسائل التعبير، كاينين الحوايج اللي كنقدر نعبر عليهم بالتشكيل، وكاينين شي حوايج كنقدر نعبر عليهم بالقلم كنكتب، وكاين شي حوايج كنعبر عليهم بالموسيقى. Thank you.
شبابي عبود أول ولعبوا حامزين الحمامة سيدي روح مزورو كعبة شريفة سيدي روح مزورو جبل عرفة يا مولانا 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 في رجال يا مولانا في رجال يا مولانا في رجال يا مولانا في رجال اللي ويك كيفاش عرفتو اول مره سياسات هنا معلمين كيبنيو ليه يصاوبوا ليه في هذا المسرح وفي هذا الشيء جيت عدو قلت لي عطيني الخدامه راه واحد البقره باغا تولد ليا وقال لي انا ما يمكنش غنعطيك الخدامه مشى معايا شاف داك المنظر ديال البقره عطاني الناس خدموا معايا جبدوا هذيك البقره ما سهلش الله ماتت هذيك البقره كلشي العجل مات ايوا بقات فيه هو ديك البقره ربطنا واحد الجو سرنا نجرو في هذيك البقره هو يتفرج ويشوف يقول لك عمري ما شفت على هذا الشيء قال لي عالم اخر في هذه العربيه الحلم ديال 20 عام كل عام كنقولوا امتى غادي تجي هاد الفرصه ديال انني نمشي للعربيه حتى هذه 4 سنين جات هاد الفرصه ارض حدا الدار البيضاء 52 كيلومتر ما بعيداش اللي قدرت نصيب فيها واحد اقامه فنيه فيها ورشات يعني جوج ورشات ديال الفن التشكيلي المسرح والاستوديو ديال الموسيقى وإقامة في الناس كي ينعسوا داكشي هذا الجانب الفني وعاد باش الجانب الآخر ديال الفلاحة المستدامة بيرماكولتور هاد الفلاحة المستدامة هي واحد نوع من خلق واحد ميكرو مناخ اللي كنخلقوه باش ما نحتاجوش نديرو أسمدة حنا علاش كنديرو اسميدة حيت كنزرعو نوع واحد ديال الفلاحة كنزرعو الزرع بواحد الصورة كبيرة بمعنى من بعد غادي يجي واحد الحشرة غادي تكون تكثر بزاف باش تاكل داك الزرع حنا اش كنديرو كنديرو تنوع في المزروعات باش الحشرات حتى هما كيكثروا وكنخلقو واحد قلتات ديال الماء باش نجلبو فيها الضفادع كنخلقو شجر باش نجيبو الفراخ هادو كاملين كيخلقوا واحد التوازن بيئي طبيعي وشي كياكل شي وما كنحتاجوش نديروا اسميده وحتى الغله كتطلع مزيانه وكتطلع صحيه وحتى الشكل ديال الحديقه ديال البستان اللي خدمنا عليه هو شكل حلزوني مصيب برقم ذهبي يعني لا ريغل دور وكيخلق واحد الطاقه عجيبة فاش كتكون خدام فيها كتخلق واحد الطاقة عجيبة دابا يلا درنا الشكل رسمنا في رسم مبياني حفرنا البلايص مازال ما زرعناش يعني هذه هي المرحلة الجاية ان شاء الله اكتشفت بان راه وسائل التعبير هي كثيره ومختلفه ملي كتخرج واحد الاحساس ولا كيجيني الهام ولا كنبغي نخرجو كيخرج عفوي كيخرج تلقائي في واحد المجال اما الرسم اما الموسيقى اما كتابه اما مسرح انا غير بعقلي عليك مسطي خاصك انت مسطي اللي ما كتخرج كنخرج شكون اللي مسطي فيك انت اللي مسطي الشيطان انت اللي مسطي الشيطان بلا تشتغل اعوذ بالله من الشيطان راه بدا يخدم الشيش انا جيت لك بلاصتك الفن بصفه عامه مساله روحيه مساله تصوف انا كنقول على راسي بانني متصوف فنان متصوف
يعني ديما في طريق البحث عن واحد الحقيقة، حقيقة اللي حقيقة ربانية، نقدر نقولها حقيقة ربانية. خلالة هي تيزرزيت. بالنسبة للأمازيغ هي واحد الحلية كي يلبسوها العيالات، كيلبسوها العيالات باش يربطو بجين جوج تواب. هي الخلالة ماشي غير ماشي أمازيغية وصافي، هي عالمية. يعني في التاريخ كانوا الرومان، إغريق، فرس، كل شيء كان كيلبس الخلالة، لأن هي على شكل واحد دائرة وفيها واحد الفيلين، واحد شوكة. هذيك شوكة تما فين كتخشى فيها هذيك سميتو مع هذيك الدائرة، وكتربط كتوحل الثوب في المكان ديالو. إذا الخلالة هي رمز التراث اللي انا مفتقدو، داكشي علاش اختاريتها انا كرمز، رمز ديال المعرض ديالي. اختاريتها ماشي كماده ديال المعرض. شديت هذيك الخلاله كتبان لي الثقافه ديالنا مهرسه، مشتته، مفرقعه، وكان شي واحد جا عن عمد دار فيها شي حاجه باش تشتتها، باش حنا نفقدوا التوازن ديالنا. العمل اللي درت وكأنها اتخذت، وكأنه في اللحظة دي الانفجار ديالها حاولت نشد هذاك اللحظة ونصورها ونحطها في عمل تشكيلي. وبحال قلت لي الاعمال ديالي كلها كتمحور حول العلاقه ديالنا حنا مع السماء. هادشي كامل علاش غادي ينفعنا حنا اننا نعرفوا التاريخ ونعرفوا نعرفوا نعرفوا باش نعيشوا في توازن وفي هارمونيا مع مع العقيده ديالنا اللي هي كدين، مع الواقع ديالنا اللي هو مع ولادنا مع اصحابنا. نخلقوا واحد الارضيه مختلفه، ما نكونش انا بحالك وما تكونش حتى بحالي، نكونوا حنا كاملين مختلفين باش نتعلموا من بعضياتنا، باش انا نعطيك وانت تعطيني ولا Riders on the storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone.